بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهن، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مره تشوفوا القناه، لو سمحتوا انزلوا تحت الفيديو هتلاقوا مربع الاشتراك او سبسكرايب، اضغطي عليه عشان تشتركي في القناه. طبعا لو القناه عجبتك، واهم حاجه تضغطي على زر الجرس عشان يوصل لك كل اشعارات الفيديوهات الجديده باذن الله تعالى. وطبعا فضلا وليس امرا تدونا لايك وشير للفيديو وجزاكم الله خيرا. مثل ما انتم شايفين اصحابي، الحر صار يعني ربنا يرحمنا، الجو فظيع جدا، والحر مش كل الناس للاسف عندها مقدره انها تشتري مكيفات. فالنهارده جايبين فكره سهله وسريعه. طبعا الفكره دي ما هيش فكرتي عشان يبقى في امانه في النقل، الفكره دي انا شايفاها في قنوات اجنبيه وقنوات هنديه معموله من اكتر من 3 سنوات، فحبيت افيدكم بالنسبه للناس اللي ما عندهاش مقدره ان هي تجيب مكيفات. مش كل الناس عندها مقدره تجيب مكيفات، وحتى اللي عنده مقدره بيجيب مكيف واحد في مكان واحد ومش في كل البيت، وربنا يستر حالنا وحال الجميع ان شاء الله. فالنهارده الفكره هذه سهله وسريعه وهتخليكي تتغلبي على حر الصيف وتديكي هواء بارد بادوات بسيطه وسهله ومتوفره في كل بيت. يا ريت ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير. الحين يا اصحابي كل اللي احنا محتاجينه، هذا ملح، كيس ملح اهو او عبوه ملح، كل واحد حسب ما بيحب يشتري الملح اللي هو بيشتريه في اكياس او في عبوات بلاستيكيه. ومحتاجين 3 زجاجات ميه تلج اهو، انتوا شايفين تلج. طيب انا سويت الميه هذه كيف؟ اخدت الميه، اخدت 3 غرشات ميه هدول واضفت عليهم كيس الملح وقلبت الملح كويس في الميه لحد ما داب، وحطيت الميه عبيته في البوتلز بتاعتها وحطيته، طبعا ميه من الحنفيه انا مش ميه معدنيه ولا اي حاجه، وحطيته في الفريزر من بالليل لحد ما ايه ما اتجمد زي ما انتم شايفين. طبعا الملح بيساعد على زياده كثافه الميه وفي نفس الوقت ان هي ما تدوبش بسرعه. طيب هنحتاج ايه كمان؟ يبقى احنا احتاجنا دوبنا الملح في الميه وحطيناه في الغرشات او البوتلز وحطيناه من بالليل في الفريزر لحد ما اتجمد. هنحتاج المروحه، عمود هنجيب الحين اصحابي جبنا المروحه وجبنا اي حبل اي خيط اي حاجه متينه هنثبت بيها زي ما انتم شايفين كده اهو. نقرب المروحه، هنحاول نثبت الغرشات الميه زي ما انتم شايفين كده اهو. كده هنحاول نثبتها في المروحة اهو مثل ما انتم شايفين اهو، ثبتناهم. هنثبت واحدة هنا، هثبت التانية هنا، واثبت التانية هنا، ونرجع نشوف الخطوة. الحين يا اصحابي مثل ما انتم شايفين ثبتنا 3 غرشات مية اهي في المروحة، وهنبدأ نشغل المروحة. طبعا هتلاقوا المروحة بتجيب هواء بارد جدا زي التلج، ولا كأننا في أوروبا، بطريقة سهلة وبسيطة. وإن شاء الله هجيب الكهرباء الحين ونوصلها مع بعض ونشوف. بطريقة سهلة وبسيطة ما كلفتناش أي حاجة، وهتديكي هواء بارد، لأن هو أصلا هي المروحة بتجيب من فين؟ المروحة مش مثل المكيف، المكيف بيبرد بيسحب الهواء السخن ويديكي هواء بارد. طيب لان هو في كومبريسر لهذه العمليه، لكن المروحه احنا اتغلبنا على هذا الموضوع بنفس الحاله. المروحه بدون الحركه اللي احنا عملناها هذه هتديكي هواء سخن، لان الهواء اللي موجود في المكان او في الغرفه هو هواء سخن، فهي بتحرك الهواء السخن اللي موجود. لكن احنا بالطريقه دي في هواء حوالين الريشه بتاعت المروحه اللي هو التلج بارد، فبالتالي المروحه لما بتلف بتسحب لك الهواء البارد، الهواء بتبرده عن طريق اللف او دوران ريشات المروحه بالتلج اللي موجود، والملح هو بيخلي ان التلج يفضل فتره طويله ما يسحش بسرعه مع الحراره. خلينا نجيب اهو اصحابي، انا شغلت، جبت الكهرباء وشغلت، والله العظيم الهواء طالع تلج، الهواء من المروحه طالع تلج، والموضوع سهل وبسيط، ما كلفناش اي حاجه، كيس ملح وشويه ميه وفرزناهم. والله العظيم هتجربوها وهتشوفوا الهواء طالع من المروحة تلج تلج تلج، يعني كأننا قاعدين في أوروبا بطريقة سهلة وبسيطة.
يا رب النهارده الفكره تكون عجبتكم. لو سمحت ما تبخلوش علينا باللايك والشير للفيديو، وانتظرونا في فيديوهات جايه كتير. تلج تلج والله تلج، فيديوهات جايه كتير باذن الله. لايك وشير للفيديو. كان معكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.